ويسجل الهدف الأول طبعا من كسر تسلل تراكا في نفس الخط، وتمريرة ممتازة إذن في ظهر المدافعين. كابتن محمد عبد الجواد، هذا ما كان ينتظر من فالكاو. هذا ما كان ينتظر من فالكاو، من غير فالكاو، لكن طبعا الخصم ساعده، وهنا ضربة الجزاء على اللاعب أرميرو اللي نحن قلنا واحد من أبرز اللاعبين في مركز الظهير الأيسر بالنسبة لمنتخب كولومبيا، وواحد من مفاتيح اللعب المهمة والرئيسية في منتخب كولومبيا. وأنا أعتقد جل اللعبات وأخطرها حتى في كرة رفعها اللاعب أرميرو على رأس تقريبا